ولأول مرة في الجزائر جربت نعمل لكم حلقة المطاعم تاع المرفهين ولا أكلات الأغنياء، أفكار جديدة وأطباق مختلفة. مرحبا بكم في الوجه الآخر للجزائر العاصمة. فيديو ما صرتش ومش هحصر يا بابا. غي قالت ماما فيها كوفي برانش مازاغرو. مستحيل ندير حلقة أرقى المطاعم لهنا في الجزائر العاصمة وما تجوز عند مقهى تاع زوج أصدقائي وجدي وزوجته رومي، مقهى على الطريقة الفرنسية بأفكار جميلة جدا وأفكار كما يقولوا حديثة جدا. أنا نستمتع كي نجي لهنا نسير. يلا بينا. عندنا هذا البرانش يجيب لنا يخطول فيه فخوماج بلون فيه ليزافوكا فيه طومات سيريز فيه جو سومون فيه نوف بوشي. قدموا مع هذه صوص فخوماجير صالت فيها ليتي فريزي من بون فينيغريت. سما هذا انا مثلا دائما كي نجي ناكل غير هذا باسكو جو بونس لو سول لي يخدموا اك بوشي بهذه الطريقه في الجزائر. Pourquoi ce coffee shop est surnommé Mazak? En fait, la nomination de Mazak vient de la ville de Mazgharan, Mistral. Cette ville de Mazgharan, la ville où est créé le premier café glacé fleur. كثيرون لا يعرفون أن القهوة المثلجة الجزائرية تعود إلى بلدة مازغران، نقلها الاحتلال الفرنسي إلى مقاهي باريس ومنها إلى العالم أجمع. في وقت الاستعمار كانوا السولداك يتسخانا ونسون عندريك رافريشي سون عندريك في كافية يزون اوكتي بو كريي سات بواسون فيها قارص وفيها القهوة وتكون برد. يجيكم هذه الاسم تاع كوفي شوب اللي تسمى مازغران. تبدا فطورك لهنا اوفيسيال فيديو الجزوار. حاجه الاولى الكابوتشينو، من اجمل واطيب الكابوتشينو لهنا في الجزائر، جربتها في كاع الاماكن. هذا كونكيرو تاع طلاين من الاخر، وتضرب كابوتشينو هنا في مازغران شوك في روما. وانا نشربو سون سكر. او بو 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 كيف نرى الجمال وانا نعشاقه. بريكفاست لهنا في مازغران في فرنسا من الاخر. بدا بالصومون بوش اك، ترمي هذه من فوق لاصوص. شوف شوف الجمال جمال. والله لا جورني ديالك، انا من عشاق صالي سيفري. اوكي من ديرك هذه كيفاش حكايتها. ايوه تجيب هذه من هنا، هذاك شغل بريوش تخليه لهم بعدك للبيض وتدخل الكافيتيريا. شغل تقدر تجيب كمبيوتر تخدم الاز تضرب البريكفاست ديالك. للعلم انه البرانش ديالهم يخدموه نهار كامل. بسم الله. لا لا يا سيدي الحاكم، لا لا، هذه البداقة والتلاقة. شوف انا ما كليت والو، جيت ديريكت بدون قهوة ولا شيء باش نستمتع. جماعة الخير هذا لازم تركزوا عليه، إذا جيتو شفوا عليه قول لهم البوشت اكس مع البريوش. يا ماما يا ماما. ساندويتش سلطة سيزر، الفكرة هذه ما تلاقاوش معاها. سلطة سيزر داخل ساندويتش اللي هو بيجل بريوش مدور وكاع لداخل. اوه شوف الفن، شوف آخر على الآخر. أنا استمتع. عاودوا ندخلوا ديرك في الكابوتشينو ومن بعد ندخلوا في السكر. هذه تحفة فنية جمال الخير. فان بيردو عبارة عن بريوش والداخل فيه آيس كريم فانيلا مع البنان وكراميل بيرسال. شوف شوية بنان مع شوية بيستاش. شوف انا قلت لكم مازاغرون هذه حكايه. جماعه الخير مازاغرون يستاهل تبدا به حلقه افخم المطاعم الشيك في الجزائر العاصمه. ما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب للقناه وشغلوا الجرس وبعثوا هذا الفيديو لاصدقائكم. لازم المتابعه، لازم كاين بزاف اللي ما يتابعوا فيا بصح ماشي عامليني سبسكرايب. رجليوا البهجه وانا رجلي البهجه من جهه. يلا للفيديو. Thank you.
هوت سبوت، مطعم متواجد هنا في قلب القبة. فكرة ولا أروع، شغل راك في الإنجليز. ناندوس جابوه لهنا القبة، الشيف من لندن وزيد موليد حومتي في لندن في أكتن وجا لهنا. افتح. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي، مرحبا بك. شوف تتخيل أنه ليك هذا السيستم في الجزائر، يبان شغل ريستورون كلاس، بصح هو شغلنا نورمال على طريقة ستريت فود. ستريت فود أراوند ذا وورلد، فوالا سي ذا وورلد ستريت فود. هذا هو الكونسيبت تاعنا، سي وورلد ستريت فود، سي كويزين دو موند دو لا ستريت، فوالا تو سامبلومون. شوف الفكرة سهلة، تدخل منا ديريكت تاخذ المانيو، تديه معاك، تريح لو مونيو تاعك، غير فو شوازيسي سكو فو فولي ولا وتجلس لها. كوموندي يجيبوا لك الماكلة ديالك، واش حبك، ليرا، بلغريك، تركيش، كلش. واللي بري ماشي واو ريزونابل نورمال، برك خدمينو على شكل كلاس. عندنا لي هادو اسمهم لي راب، عندنا انديا، عندنا ليباني، عندنا تيرك، قلت عندنا وي بي هنايا. وي بي كم البلدان اللي هنا؟ بلدان، كل واحد عنده ذوق تاعو، كل واحد ذوق ديالو. عندنا لي لاكاش، كل صوص وتمثل البلاد، كل واحد والصوص ديالو. اخ مهدي قول لي برك هنايا وراهو الفرنسا. اوكي باينه اخويا الكومونبير او الفرنسا. كيفاش عرفت؟ واش في ثاني؟ واش يجي فيها الفرنسا؟ انا كي شفت كومونبير عرفته، هما اللي شريك دو في لوميال. اي والله يحط له العلام فرنسا. ومن بعدك هذا الكراك، كراك فيه ديروا نقيلك شويه. روح بسم الله. اي والله هاو ديك فيه صوص تزيكي. في الكونسيبت تاعنا عندنا ان كونسيبت تاع بلاتوز، انديفيديوال بلاتوز، فيه بلاتو ليباني، بلاتو انديان، اي بلاتو تيرك. اون بليس عندنا بول اند وينجز. بول اند وينجز سي ازياتيك، سي لي نوي افيك كريسبي وينجز، صوص كوريان، صوص تاي، اي صوص باربيكيو. هاي الهضره اخويا، تسافر عبر شحال من بلاد في نفس المكان في القبه. شاف الله جاب لنا النوليدج ديالو تاع لانجليز. منين نبداو يا خويا؟ بلو بلاتو ليباني. ليباني بريفيري، سي لو بيست سيلر تاع بيست سيلر. بيست سيلر. علاش؟ قول لي علاش. عندنا 5 فيون، مرقز، كفته، شيش طاووق، شاورما، وعندنا بابا غنوش، وعندنا لبنه، وعندنا لا سالاد، وعندنا الخبز حنا نديرو لي بلا تراديسيونيل اورينتال تاع لبنان، و صوص اورينتال. صوص اورينتال، ايوا سما هكذا بالخبز. بصح لازم تاكل معايا شاف واش احلى الكبسه اللي انا عندي. بسم الله. اول ريستورون نجي ليه جيعه، دائما نكون شبع، ما راح نستمر. بابا غنوش، ومن بعدك المرقاز خويا، قول منا شويه لبنه، اللحوم كاع باربيكيو جرين، يا جرين جرين، كفته، الدجاج، هذا شي شطاوك، كلاصوص تاعنا جماعة خير. حنا قلنا كي اف سي كلاصوي على كي اف سي، هذا نقدروا نقولوا بيسترو كي شغل ستيك هاوس. نسمع لك اللي يقدر كل طلو كيف تشوف شي حاب يقدر يدي ثلاثه زوج كيما بيسو كيما يس. عندنا الكونسيبت تاع لي بلاك، الكونسيبت تاع لي سناك، الكونسيبت تاع شيرينغ بلاتر فور لي فامي. الله البسالة. لبنان نجحت الخطه 100%. نكست البلد الجاي. انا سو اكسايتد عليها. انا كي شفت سوفلاكي يا فوتي، سوفلاكي اللي هو عباره عن سودويتش غريكي، عباره عن لحم الدجاج ويديروا له واحد لاصوص الداخل. انتم واش لاصوص ديروا لهداك؟ نديروا ان لاكاج، ان لاكاج شغل بيري بيري، شغل سفيتا بيري بيري. حنا لا ميلونجي بيري بيري مع لاكاج. اون بليس درنا صوص تزيكي. صوص تزيكي، صوص تزيكي هي اللي تمثل البلد. اي والله هاي الهضره جماعة. السوفلاقي هذا عاود ترجع لك تعرف تاكل الراب يا خويا. ماشي كاع الناس تعرف تاكل، ماشي كاع الناس تعرف تاكل الراب. علاش؟ راك حاكم بها وعندك عدة تاع اكسبيريونس تعرف تاكل السوفلاقي. 25 سنة شاف. اي باه صار عليك. وزيد فلاكرز دير بها الحرب فلاكرز. جود بايت كما يقول لك، فول بايت. حكمة واش من هذا القاعدة؟ ندوقوهم كاع ومن بعدك نكلاسيهم. باربي لبنان فلاكرز. النكست جينا للترك خويا، ريح لي كيمار ترك. عندنا شوف تبع مليح الكباب. انا كليت الكباب التركي يا خويا، عندي الكو راك مع مسافر. الكباب تاع البولي، ها كباب تاع البولي، سي جي بولي. علاش خيرت البولي؟ البولي اشي باسكو في الليبانية عندنا فيون داشي، الا حبينا نوعو درنا بولي اشي. فوالا كفته على شكل بولي اشي الجاد. وهنا بابا غنوش، سلطه فريت، صوص طحينه، وصوص بيكو. كباب تشيكن شيش كباب. تشيكن شيش كباب. الله معلم مع شويه لي صوص. عبالكم بلي الحمد ديالنا ديجا واعر، بصح واحد الكو فيه ماريناسيون. هذا فيه دي زانغيديان سكري جماعه، ماشي غير تاكل وخلاص. بنا خويا خير من اللحم هذا. بصحتك هاي بدات صعاب لي شكون يدي اول وحده والدوزيام. انا الكفته جربتها في تقريبا كاع العالم، في احسن الاماكن تاع الكفته، العراق، ايران، فلسطين،
في الترك اوكي، وكنت انا من عشاق الكفته. بصح اليوم ديكوفريت كفته دجاج جديده، كفته جزائريه في الهوت سبوت جابانيز نودلز. انا كشاف بالخبره اللي عندي، الحاجه اللي ديكوفريتها في هذا المطعم انه تحس باللي الشاف اللي هنا سافر وعلى باله شنو يدير. كي يقول لك غريس على باله واش كاين، كي يقول لك زعما جابانيز على باله بلي هذه الدوق هاد الدوق، وهذه العفسه اللي ما شفتهاش كاع في الجي. فنان انت والله غير شوف الحطه لا كلاس بين ملي جايب جيب هذوما نديروهم مع الادميغه اللي هجرت البلاد. بصح عاود ولا ادميغه في الاكل ديما خويا الله عليك صح. لبنان ترك لا غريس بيبي تجربه هوت سبوت، صدقني انك تسافر. نيكست التقينا مع صديقنا، واش قلت لك؟ نبدا نتبع ما شاء الله. والله ما شاء الله واش قالوا لك الدراري؟ والله غير قالوا لي لازم تصور معاه. كاش بلا واش يعجبك؟ واش يعجبك؟ كلش كلش الله يبارك على الريسك اللي دير وكلش ستور الريسك هذاك اللي تريسكي. حبوا الريسك لي زاجير مو تاع الريسك حبيبي. مطعم فيردان في وسط سعيد حمدين، متخصص في اللحوم وعنده اطباق متخصص بهم هما فقط، مطعم فاخر على الاخر. تبع المتميز في هذا المطعم انه يخدم لك عصائر هوم ميد ديره الفروي اللي تحبها منه يعصرها لك ديره. تسمى الطبق كلاس مع عصير فريش والله الله. عندهم لي كوكتيل سبيسيال ديالهم، مثلا الكوكتيل هذا اسمه كوكتيل سي كرياسيون دو مو سميتو فيردار. فيردار كوكتيل دو نو دو ريستوران جميل لو نو دو فيردار تو سكي فير كوم لامونت بازيليك لي بلونت يبال كوكتيل فيه بازيليك ميلون بوار سيترون. انا قبل ما نجي المطعم هذا كي سمعت الاسم كان في بالي انه مطعم يبيع نباتي فيجيتاريان، فيردار كاع لي بلا فيجيتاريان. بصح عندهم العصائر فيردار. يلا تفضل الشاف. رانا مع صاحب المطعم فيردار. انا يا خويا الاسم عجبني، من اين جاء الاسم؟ الور مرحبا بك مهدي. دونك الاسم جاء دابور من لا كولور فيرد، لي بلون ديجا خضوره لا كولور كاع خضره، اي لا توش ارتستيك كيما هنا لي ميروار اي تو. دونك لا توش ارتستيك اون كريو سومو فيردار، كلصقنا الكلمه هذه خرجت فيردار. اسم انتريسون بزاف، نقدر نسرقه لك ونفتح فيردار في لندن. حبيبي يسلمك حبيبي. الوغ اون كومونسون بار بليز اميوز يونا لي بروسكيتا سي فاري اوجوردي سي يا لافوكاسون مو يونا بلوس لي كريفيت افيك لوف افيك لي انشوا اوسي اونا لاسيت دو فرماج سي فاري افيك ان بو دي فروي اونا اوسي لا طوماط كروستي سي افيك لي افوكا سي الوغ سي لا توش دو شيف تاعنا اي ابري اون باسرا فير لي بلا اوكي. اوجوردي اونا الفيلي دو بوف سي الفيلي دو شيف سي الشيف كي لا بريباري سي لا ريسيت تاعو سومون كي اون فاسون تايلانديز اي اون اوسي لي بول دانيو لي يحبوا لانيو واش حبيتو كاين كاين بواسون اون ا بليزيور سبيسياليتي كاين لي باستا اون ا تو الوغ لي برغر اوسي كاين حوايج فاست كاينين بيفيني شينو فيردار خويا البدايه المطعم الاخضر. يلا بينا نقدم لكم رانا مع عبدو فود بلوغر معروف لهنا في الجزائر العاصمه. اي واحد اي بلون اي مطعم في الجزائر العاصمه واللي العلم هو اللي جابني له كل ماشي عبدو انا ما نكتشفش المطعم الجميل. مرحبا بك في العاصمه خويا عبد. يلا بينا يلا نبداو اول حاجه ستارتر ولا نبداو بليزونطري ولا نبداو لي بلون؟ واش رايك بليزونطري؟ لا ميز هي عباره الاولى عن صومو عادي خبز غري بالبرزميك على شكل جميل شغل راح برنج فيها صومو فيها الله. هذه رايحه شغل الكوت على البرنج. عندنا الدوزيام اللي هي بليزونشوا، هذه بلونشو كمقدمات كيشغل مستوى تاع ريستون. نفس جايك شغل اون فاسون بوراطا على شكل البريك بصح سيربريز هاي لك. وفيها ثاني من تحتها من تحتها ثاني كاين شغل فاسون بريك رايحه في التونسي وهي الداخل سيربريز ما بكش واش كاين. هذا بلاصي انتريسون يبان باللي بنين بزاف. هاي الهضره شوف شو موزاريلا داخل يهضر عليك بحنجر بولوكا جنجنوها. العصائر ديرك من عندهم فريش الى عندنا. أيوة الحقنا المفيد. حنا كي دخلنا قلنا لكم باللي متخصصين في اللحوم واللحوم تاع الجزائر راكم تعرفوه. انا وين ندور لهنا في ألجي ندوق لهنا عندهم لاسوري عباره عن شوف كملوا عهدكم الحكايه كي تضرب سوري تهبط هكذا خلاص خويا الفلون لتحت من تحت بطاطا ولاصوص. خلونا نشوفوا ندوق لاصوص صوص تاع لاسوري هذه تاع اللحم باينه ستوك وما شوف شوف تبع
انا قبل ما ندوقو باين بلي بنين هذا و ها كيمالها. شوف ابدا 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 جمعة خير الله سولي 10 على 10. شوك تاكل اللحم مدخن في الدار خويا بالبطاطا شغل طيبته لك العجوز. هاد البلو بمقادير تاع مطعم فاخر سون فوت. اللحم يدوب فيلي دبوف فاصون تشا. هذا الطبق اللي راكم تشوفوا فيه متخصصين بهم لو بلو تاع الفيردا ما تلقاه حتى مكان. عباره عن شامبينيون لي طوموط دو سيريز شويه لي كولي هادو وندخلوا لداخل. شوف كيما راهي شوف باين باين صاحبي باين. انا عجبك عجبني هذا البلو عجبني بزاف ليكيب حمدو قدوكا ونشوفوا. وللعلم انه عبدو عمل لي عليه فيديو في الانستغرام تاع عبدو. روحوا زوروا الانستغرام تاع عبدو ومنو اللي جيت انايا نورمال عادي نفس الفرشيطه. هذا رايح وكولي الصوص رايحه شويه حلوه الصوص تاع البيطراف تسمى الحموضيه والحلاوه واللحم. هذا البلان تقدر تقول 8 على 10 لا سوري الاولى 10 على 10 يجي مورا. هذا وين لا صالات سبيسياليتي غير هنايا في فيردار الاخضر خويا. نبدا واش فيها ليكيب؟ كاين البيض عندنا الكومونبار عندنا جوز سلطه ليتو الكريار فيها قريب كلش جاي شغل سلطه سيزار نكمل قرايه. والحاجه اللي عجبتني انه اللي سلطه لهنا كاع فريش وما فيهم والو. في الوسط كاين البيضه اللي كي تضربها تتفتح وهي تولي لك لاصوص تاع كاع الشلاط. اش كيف فهمتوا الحكمه؟ هذه رايحه في الشلاطه الهيلثي. شلاطه هيلثي اللي يحبوا الهيلثي تبدا بها ديريكت وتدخل. التجربه كانت جميله جدا. شكرا على المطعم الجميل اللي جبتني ليه عبدو. مرحبا بك ثاني. التجربه كشغل كل المطاعم اللي زرناها في هذه الفيديوهات كل واحد عنده التجربه ديالو. فيردار تقدر تقول عنده التجربه ديالو كلاس رايحه في الكوتي تاع الهيلثي وفي الكوتي تاع الاشياء الخضار والفواكه. وللعلم انه يخدم اللانش ويخدم الديني ويخدم كوفي شوب ثاني. تجيك لي كرواسون غاطو مطعم تجي تصطالي مع الزوجه ولا مع صديقك ولا مع العائله. عبدو كيما ما في قولوا ناكست في آخر. كنافة اسطنبول ما كانش في البروغرام بصح قلت مستحيل ندير فيديو على كلاس المطاعم الراقية وما نجيش لهنا. في وسط سيدي حياة تكتب كنافة اسطنبول تخرج فيها. اسطنبول جاية لهنا البتاقة والتلاقة الأطرة كاع لهنا خويا. شوف ما شاء الله كراكم خويا. هذا تاع البرودكسيون برودكسيون تسمى كلش البرودكسيون ملوزين يجي لهنا كلش نعم 100% أطرة. الباترون يهضر ثاني تركية اوكي. عندنا فلسطيني في الوسط السلام عليكم حبيبي وعندنا الشيف التركي خويا. مرحبا حبيبي. هذا للعلم انه العام اللي فات انا جيت وهذا العام فيه تطور وصر له تزوج جزائرية تسمى خلاص ولا نسيبنا كلش يخدموه لهنا لابروديكسيون كل جديد فراش صدقني الفراشنس اللي تلقاها لهنا ممكن في اسطنبول ما تلقاهاش كلش. الشيفان تراكا ماتريال حتى القهوه الماشينه تاع القهوه لهنا تسمى تضرب قهوه تركيه من الماشينه خويا للكاستمرز كلش هاملي الله الله. انا نقولها لكم وناكدها لكم احسن واحد يخدم كنافه في الجزائر العربيه كنافه تركيه. يا خويا معايا يشوفوني يتهلاو فيا ضربوني بطابله في اي بي. شوف الحاله شوف الثقافه والبداقه شوف نايس لا كلاس شغل الكلاس مخلطه مع التقليدي مع التركي كنافه برجر الله الله. شوف يتهلاو مع صاحب المحل حبيبي بارك الله فيك روجي فيري ليزون كما جيت الله يا خويا الله يبارك. مرحبا بك. اي واحد يشوف هذا الفيديو مرحبا به. مرحبا بالجميع. ايه راك في فيديو لا كلاس تاع لا كلاس دي ريستورون في الجزائر العاصمة خويا كتشرف الجزائر الله يبارك. اكلات الاثرياء شيكولا تاع دبي تدخل خويا كيما راك اللي دايره حاله عباره عن شيكولا ومن الداخل محشيه بالقطايف حنا دياولنا والبيستاش. شوف خويا فستق زايد برجر هذه كتجي الكنافه اسطنبول ظرفيه غير كيما نديها حبيبي ريح هكذا ما تبوجيش. هذه صح الفخامه خوتي شوف كلها كنافه ومحشيه لداخل بالفرماج والبيستاش داير عليها صح اكله الاثريه. شوف مورك شوف الباكغراوند طونفورد وما يشبه. كما راكم تشوفوا كل انواع الكنافات الموجودين لهنا في الموقع كنافه اسطنبول مام العصائر ميلك شيك بانان المخيط والكوكتيل. كانت زياره خفيفه الكنافه نكس ريستورانت.
نيكست الشيف اياد افضل لحم مدخن في الجزائر العاصمه اكزاكتومون في حضره سيدي يحيى بوس النعمه تبع معي الفكره مرحبا بكم في مطاعم الشيف اياد بالجزائر العاصمه وبالضبط في سيدي يحيى عندنا اللحم مدخن اللي يطيب من 8 سوايع حتى 12 ساعه نخدموا الخروف ونخدموا البقر ونخدموا في البقر نخدموا هاد لابارتي اللي تجيب العظم اللي يسموها الشوتره نخدموا هاد لابارتي اللي تجيب العظم اللي هي البريسكت اما في غارنيتي تاعنا نخدموا الفلفل نخدموا الملح الخاص امارات اما في هاد الخلطه هذه هي سر المهنه للحم المدخن في مطاعم الشيف اياد نجيبوها احنا من دبي ومن امارات وهاد الخلطه تمود ما يعطيها لكش بيونس ما على بالناش واش كاين صبرتو انا كشيف وخبره رايحك شغل القو تاع راس الحانوت هذه مليح جيبيها طعام هذه ثاني تاع بالجمعه حبيبي شرح بابي يلا بينا ومباشره مع طه المسؤول على مطاعم اياد خويا وخصيصا تاع حيدره خويا واش قلت لي اروح نوريكم واش معناتها انتريستاسيون الفخامه اوكي ابدا لي بالحكايه تاع الكارلاج اللي قلت لي عليها اول حاجه هنايا كما راكم تشوفوا هنا الفايونس هنا تسمى هنا سيباراسيون تاع الحدود تاع لي كليون باش تدخل منا للعلم انه هذه موجوده غير في الارضيه تاع الفنادق الفخامه هنا باش ما يصراش الكليساج وهنا عندنا فروه واحده شوفوا الناقه اوكي بيان سور لا لازم يكون كل ابيض باش كاش ما تكون حاجه تاع وسخ ولا لازم ايه دير لي سطو هذه انا تلفت لي ما نعرفهاش كلش يكون ابيض باش اذا كان عفسه كاش حشرات جايزين ولا يقدروا يديتكتيوها وحاجه اللي عجبتني ثاني عندهم لاكرياض ديالهم وحدهم اللان هذه تستعملوها لواش كل حاجه حنايا عندنا ليكرياض وكل قسم حاطينه وحده حنا هنايا نشمعوا الفحم تاعنا ونديروا ليكرياض تاعنا هنايا اوكي لانه كلش يطيب بالفحم هنا عندنا كلش يطيب بالفحم ما عندناش حاجه واحده اخرى سما عندكم الباربيكيو وعندكم تاع التدخين مثلا كيما نيتواياج حنا عندنا متعاقدين مع شركه تاع نيتواياج H24 عندنا اجون دو نيتواياج هاو هنا مع شركه تاع نيتواياج حنا الشركه تاع نيتواياج تاعنا H24 يحرصوا على نيتواياج اون طون ريال يدخل كليون سانيتير ولا تدخل انفام سانيتير موراها توجور كاين اون بريستاسيون دو نيتواياج يسمى انا ككليو مع النوض قبل ما نخرج يجي صاحبنا الكريم يستيكي الطابله ديريكت سيرفيس رابيد هادو من الاشياء الاقليه اللي شفتهم هنا في المطاعم تسمى سيرفيس بروفيسيونال كي نقولوا الفخامه تسمى ماشي غير اللحمه وشحال تدفع تسمى فخامه بلي ديتاي ومام حتى الطباسه والحكايات هادو كاع ركز لي عليهم هادو كاع جايين من اوروبا حتى نوعيه الحطب يركزوا عليها الفكرة أنه تشري كيلو لحم كل ما ينزل مع الكيلو هادو كامل راهم أنكلي في الكيلو تاع اللحم المقبلات للجماعة عندك اللوري عندك دوري لوري جون ولوري بلون ما تعبش حالك وريهم لي في الطابلة ما عندنا تحب دير موطو كومبلي كاين ناس جاو عندنا وعجبهم الموطو كومبلي عبالكم واش معناتها كبش كومبلي مشوي مدخن وبقري وغنمي بقري وغنمي هاي الهضرة يسمى مورو ماركيتو لحم مدخن بصح فيه اللمسة العربية تاع الشيف اياد شوفوا حاجة الأولى الخبز خبز ما تلاقاش معاه شوفوا الفريش بسم الله حنا ندوقوا ندخلوا على الطريقة العربية شغل تاع غمس تشكتشوكة ديالهم هذه ماشي لمسة عربية هذه لمسة جزائرية مانيش غلط بسم الله أنا البارح ضربت الحميس عند العجوز الحميس تاع العراس هذا فاليد يا خويا ومن بعد ندخلوا ديريكت الحمص كيما راه للعلم انه انا ضارب حمص في البلايص وين المعلميه تاع الحمص في العراق وفلسطين وما بسم الله حمص دقيقه 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 وصفه الحمص تبان لكم سهله اوكي بصح الحكايه كانت ذوق الحمص تاع جهه فلسطين والعراق وسوريا هذاك الحمص ما تلاقاش معاه في جهه واحده اخرى تسمى هذاك الكو راني شافي عليه هو الكو هذاك جاب لي ربي كان مكون من المكونات ماشي من الجزائر جاي من الجوايه اللي من الطحينه واقيلا ها منين تجيبوها الطحينه؟ من الخارج جيبوها من فلسطين اي والله نفس الحمص اللي ضربته في شمال فلسطين قلت لكم خويا الشاف يا تكلم حبيبي الشاف يا تكلم خبره اطيب اللحوم في تقريبا في كل عالم المدفون تاع سلطنة عمان والاسادو تاع الارجنتين المتابعين ديالي اللي انا اعشقت خلونا ندوقوا المدخن تاع الشيف اياد باللحم الجزائري والبهارات العربيه ونعطي لكم
انا رايي اي والله العمليه كيف تتم؟ الحاجه الاولى واش يديروا له اللحم باش يدير هذه الفصاده يشوكيوه اللحمه مثل ما هي قبل ما يمارينيوها يدخلوها ديرك في درجه حراره عاليه يتشوك اللحم يدير لاكوش هذه لكم تشوفوا فيها دقرميشه ومن بعد كيخرجوه يمارينيوه بالبهارات ديالهم من بعد كيديروه في الفويل ويعاودوا يدخلوه للفويل من بعد كيخرج لك ليوم يديروا له الشو ويوجدوه ويعاودوا يفلاشيوه ولهذا يخرج لك لحم مدخن جماعه شوف انا قبل ما ندوقو نقول لكم بلي شي كبير باين ليماج ديالو تقول له بسم الله العسل خاوتي بوس النعمه سامحوني هذا هو الكونسيبت اوه الدقرميشه القشره يا جماعه ايوا خاصه حاجه لي صوص مهمه جدا شوف شويه بهارات تضرب هكذا خويا ومن بعدك هو هذا اللحم كيفاش حكيته كيفاش يمشي بالعسل مهم جدا شوف العسل كتبوا لي في لي كومونتير واش هي الحكمه علاش العسل ماشي مليح تحط له مغارف تاع الحديد علاش يستعملوا تاع الحطب اكتبوا لنا من تحت ومن بعد تعطيه منه انا نحب دائما لابال نقرمشه تبع معايا هكذا وتدخل منه 10 على 10 اشفاولي على الله درس هذا شيف اياد سيدي يحيى حيدره نيكست جماعة خير نيكست جبتكم ديرك للجابون من شيف اياد جينا ديرك للجابون احكولي السو فلافي الموتشي والماتشا والفلافي كيك قولوا لي وش هي الموتشي صدقوني ما على بالكم عبارة عن ايس كريم كيك حلوة في اليابان معروفة جدا وغير كيما دخلت للجزائر كاين مش كاين بزاف اللي يعرفوها اول محل موتشي متخصص في البابل تي وحلوة الموتشي في حيدرة الصوفلافي عبالكم شو هو الصوفلافي الصوفلافي هي نفس الحكاية تاع يترعد مولاي صح ولا لا لا التشيز كيك عندهم هذا الكيك اللي يترعد شغل الحكاية تاع الفنون نفس الشيء الجميل انه كلش هاند ميد كلش صناعة هنا محلية يلحق لهم البودرة تاع الموتشي اللي هي عبارة عن شغل روز مرحي البودرة وهي تعجنوه هي تدير كلش ويفوريوه لداخل كاين موديل بالايس كريم وكاين موديل بلاموس هما اللي هنا متخصصين غير بلاموس وعندهم الفلافي كيك وعندهم البابل تي اللي راهم مليا البابل تي تاع الارجنتين اللي غير كما درتو لنا حاله عليه كما كتشوفوا كاين غير لي موديل الموتشي شوكليت الموتشي كيندر بوينو الموتشي فرامبواز الموتشي فريز الموتشي فوري نوار ايوا وعندهم فكره جميله فكروني اسكو تذكرتوا الشيكولا تاع دوبا اللي دايره حاله على بالكم باش محشيه هي عباره عن شيكولا محشيه لداخل بالاوراق تاع الكنافه ياك القطايف ايوا وهاي لك نفس الفكره جابتها للموتشي شوكولا فوري لداخل بالقطايف والبيستاش هادي فريز اوكي هادي شوكولا بلون شوكولا بلون فريز هادي ايموس دو بيستاش بلس براليني بيستاش هي دي فواك شغل مليحة واحد فكره جديده هكذا حنا متعودين غير على باتيسري صافي بليزير اون الجيري يدخلوا هكذا افكار جديده صدقني اكسبيريونس قلت تدخل تحس روحك فواجيت للجابون انا لو كان دوك نولي كليون مام اذا جيت عشت لهنا نولي من داك سواري موتشي ديجا هنا شوفها تبعها تبع بلا ما ندخلوا لاسويت باينه سيرين البابل تي هذه الماتشا نديروا ماتشا سروغر هذه تقريبا نفس البابل تي اللي ضربتوه في الارجنتين نفسها وشنو هذا هذه ماتشا ما تخلطي لها الماء الماتشا سي ان تي فير جابوني ومام الماتيريال جابوني يا جماعه لا كلاس الفيديو هذا كنقول لكم لا كلاس شوف التفاصيل شوفوا الله الله فيها زعما كيما الميلك شيك ونو ديريكت سامبل هكذا وراه البابلز ما شفتهمش معليش انا باش ندوقهم هاو ديجا فيهم القوا هكذا راح يشبه تاع الارجنتين تجربة البابل تي نفس خدمة لي واحد شغل نفسه كما تاع الأرجنتي نفس الجو راه شغل ستيل ميلك شيك ذوق شغل هكذا كريمي مع الكولي تاع الراسبيري والحكاية كاع في البابل تي كيطرد قول بولات في فمك اكسبيريونس جميلة جدا قولوا لي بلي هاد التجربة في الجزائر العاصمة في حيدر كأنك سافرت لليابان خاوتي Next.
امين لا كونتين، افخم وارقى مطعم في جزائر العاصمه. خلونا نشوفوا واش يعطينا واش يقدم لنا من اجمل اكلات اللحم. افيك لو غران امين. مرحبا بك خويا العزيز. للعلم انه ما كانش لهنا، كان فاكونس في الطرق، سنيتو حتى نجا. ربي يحفظك. قلت لهم مستحيل ندير حلقه كلاس ريستورون في الجي وما نسناش. يا خويا كيما يقول لك شي فلاتي شغل بالعربيه. مصدوم. غير قول مصدوم. كيف راني مصدوم خويا. امين، اعطيني الحكايه تاع لا كونتين. لا كونتين بديناها من لاني 2012. دالي ابراهيم ابخي سطاوالي، سطاوالي استحليت انايا في حضره. لا كونتين انا راني نصور في الحلقه هذه، بصح كي دخلت لهنا حاجه الاولى شو ريحه فرنسا. دوك نكسبليك لكم واش ريحه فرنسا. شو ريحه الكوير مخلطه مع ريحه شابه، هي ريحه فرنسا. انجليز مع ريحه شغل شباب ديكور لوخر سي ان تخي كلاسيك سي. انت تخير كلش. انا مي مع لاشيتيك تاعي بيان سور. الوغ حنايا سبيساليتي سافا لاكار تاعنا لي غيش اون بليس دو سا. الحمد لله في ان بو تو سبيساليتي سي ابخي تشوفوا. انا على بالي بلي لابايلو. مونغوس كيما قلت لوبستر، المشوي في لافيون دروج، الحجه، والله غير الحمد لله اونا واحد شوف 5 سبيساليتي ولا. اكزومبل لونغوس خويا العزيز، في الجزائر طيحت لاقيم تاع سي ان برودوي لوكسيو، لونغوس الاوما لي كوستاسي، في الجزائر ولات عند ريستورون امين لا كونتين ولا اكسيسيبل شغل السردين، وهذا التوفيق من عند الله، كثر خير ربي العزيز. هذه لازم توقف فيها تقديرا واحتراما الاغلى برودوي في البحر لوبستر خويا. صاحبي روح جبتني خويا. صاحبي تفضل. امين صدقني يا الحوت تاع جزائر بنين. الحوت تاعنا ما كاش خويا، قوة خويا. بالوصفة ديالكم تاع لا كونتي حاجة ديفيرون. باسكو للعلم انه بارمي بوتيت لي رير اللي يخدم لك اللوبستر بسباغيتي، اللوبستر غراتيني، اللوبستر فهمت كيف؟ اي والله. درت لك مورسو كبير. روح روح حبيبي بصح. بسم الله. البايلة اللي هنا في لا كونتين حكاية تاع حكاية، سقسوني علاش. الحاجة الأولى يديرها لك على الوصفة الأصلية تاع اسبانيا، يسمى تلقى الدجاج وتلقى اللحم أوكي وتلقى لي كروفات ومن تحتها السيبيا. أيوا هذيك شغل تروح تبني جا الحاجة تخدم حاجة على يد شرع كيما يقول سينا سي با لا بيرفكسيون. اكزاكتو اون ايساي جو حاجة المليحة للكليون تاعنا باش تشوفوا الزبون اسكو راهو عاجبهم الحال. والزبون راهو عاجبو الحال جماعة الخير، الزبون راهو عاجبو الحال بزاف. الحمد لله هذاك هو بلوز امبورتون. تجربة مطعم امين لا كونتين انا نديرو مع افخم وشغل لي ريستورون الواعرين كاع في الجزائر العاصمة كانت 10 على 10 يا خويا. ثانك يو سو ماتش. يحفظك شوي فلاتي كيما يقولوا وصافي بليزير درناها مع خويا. كي يكون بليزير صافي هذاك هو، كي يكون بليزير صافي. ختامها مسك، جينا الكارتيلات من ارقى المطاعم في جزائر العاصمة، جينا عند صديقنا الشيف الحويتي. فيديو ما صراتش ومش احصل على بابا. شوف 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 القوة خويا عند صديقنا الشاف الحويتي. شوف الفخامة تتكلم خويا. شوف الفنان. شوف على بالكم علاش قلت لكم انا من اجمل المطاعم في الجزائر، لانه فيهم شوف الشاف الحويتي من الشيفان الاقوياء جدا في الجزائر العاصمة. صافي بليزير. شوف لي بلان، شوف لي ريستورون. الله يبارك. شوف 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 واش نوع هادي. شوف هذا اونتر كوتر وفرماجا بابا. شوف يحطوا ديرك لهنا. عندنا لا 307 فيها بلاتينا جينيراسيون زد صارت سيزار اونتر كوتر وفرماجا. تلقى ريستورو النار تشعل، عارف باللي الحالة مدنية. ايه تشعر انا في الانجليز. عندك ستيكاج مار. فكرتني كيف كنت نخدم في الانجليز شيف خويا. شوف 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 لي الفور تاع البيتزا. عباك قبل ما نشوفك عرفتك باللي ستار، عرفتك باللي ديفيرو عليهم البيتزا يولو هوم بيرسون خويا. مرحبا بك. بو 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 خويا الريزوتو. هنا سأسكت كثيرا خويا. طابلة الله الله خويا ميرسي بوكو الحاج. صافي بليزير مهدي يعطيك الصحة. صافي شوف شوفوا تشوف ابداع كيما هذا وطابله كيما هذه وزيد انسان عزيز ونحبه بزاف. مهدي كي جاني وشاف العفسه هذه وعطاني واحد لينرجي بوزيتيف
وعطاني واحد انرجي نحب نزيد نبدع اكثر واكثر. والله غير تستاهل انت الشيخ والله غير هذا حيولي حاجه في المستقبل شفاوها لي ان شاء الله. الورا اول حاجه نبداو بها شيف ديرك اللي هي صالات كارتيلاتان. حنا لي صالات تاعنا نديرهم بزاف كونسيستون باش اي واحد يحب يكونسومي صالات وحدها ياكل صالات كيما هذه. هذه لا سبيساليتي تاع ريستورون اسمها صالات كارتيلاتان. هذا هو صاحب الشلاطه. السلام عليكم. قال انت هو المعلم تاع الفروه خويا. سما انت اختصاصي هنا وهذا ثاني اختصاصي في الفروه وهذا ثاني نو فروه وهذا نو هاي شلاطه خوتي. شلاطه نورمال تاع صيف عاديه فيها هذا الفرايد تشيكن فيها الطوماطيش فيها كاع لي زوبسيون. تحب دير لا فينيغرا ديالها هذه؟ اي والله كي تشوف لي كولور تمد لك شهيه باش تبدا خويا. ابيز دير سا سالي سيكري سالي سيكري نكتار فيها لافوكا فيها بوم فيها بولي باني شغل الخضر والفواكه. اه كامومبير باني هاوليك مقلي البيتزا فيها حكمه البيتزا متخصص بها لهنا كارديلاتان. واش فيها البيتزا؟ دونك لا بيتزا تاعنا امريكان طيبوها في الفو دو بو. هذه تنسبيرات من صالات سيزار اللي هي فيها بولي باني فيها لونشوا وفيها حبه بيض فيها شوي فرماج طوماط سوريز لي زوليف كيما تشوفوا وفيها لي بوردير. هاي ليك لا بات واعره معمره هادو لي بوردير كاع بالتشيز وتضرب هنا البيض وتضرب خويا. قلت لكم ماشي كيما اي بيتزا. هذيك شغل بيتزا مع بلا دي زونا اثنين في واحد. صاحبي جماعه واحد البنه تاع الفرماج مع الكراك تاع شوف لاباط شوف مع لاباط بات هذيك شغل كيما تاع طلاين سوا سوا. من بعد تدخل هنا مع البيض تزيد تدخل مع لي زونشوا مع الدجاج باني. بيتزا 10 على 10 صاحبي. بنه وابداع. شغل حلوه هذه منين تجيب حلاوه؟ حلوه بلا با. عبالك انا كشفت لي بلا الله الله وشفت في وسطهم بيتزا حقرتها قلت بيتزا واش دير في وسط لي بلا؟ دركا فهمت البيتزا واش دير في وسط لي بلا؟ صدقوني اي واحد يشوف الفيديو اذا جيتوا كارتي لاتا اكدوا لي على هذه واسمها؟ بيتزا جولي سيزار. قولوا له بيتزا سيزار هذه فن جماعه هذه على كما يقولوا على ضمانتي. والطبق الرئيسي اللي هو خويا هذا يباني شاهي شوفوا لي كولور الحكايات. انا عرفت باللي فيه الريزوتو فيه البيطراب وهذا سيكوا لافو. دونك هذا بولي تشيكين. هذا بولي هذا بولي صاحبي بالي اللحم انا شغل كبده. هذا بولي اشي ماريني بلي دي صوص ازياتيك فوالا يجي سالي سيكري يطيب مع لي ليغيم شينواز. لاكومبانيومون تاعو نورمالمون يجيب ليغيم شينواز مي حنا بدلنا شوي عطيناه شوي برك طاب معاه باش يمد يدي البنه هذيك. زدنا له لاريكوفا زدنا له كاروت من الفوق وزدنا له لاصوص تاعو الشابه بزاف اللي هي تجي سالي سيكري وبزاف بنينه. و لاكومبانيومون برينسيبال اللي هو الريزو. شوفوا الحكايه اللي عجبتني هنا في الكارتي لاتيه مع الشيف لي كولور يسمع على بالو كي هضرت معاه قبيله وراء الكواليس على بالو كيفاش يميكسي. مثلا نعطيكم اكزومبل تبع لا بيري تاع الكاروت و اون ميم طون شوفوا الصفر تاع هذا اون ميم طون دير كاروت فريش يا اخي كاروت هذه ياك كاروت فريش وكاروت غري. تسمى تروا موديل تاع كاروت هنا بديفيرون كولور والريزوتو خضر والبيطراف داير صاير تسمى لي كولور كي تشوف البلا سا دون اونفي كيما راهو هكذا ديريكت شوف. اي والله ها شويه ريزوتو ها هذا اوكي شوف على بالو شو يدير هذا كونفيدون ما قدرتلوش يا خاتي ما قدرتلوش. واو التتبيله تاع الجاد مع الحلاوه تاع الكاروت مع شويه المروريه تاع الريزوتو جماعه بلا غاسترونومي 100% بامتياز. وذكر بس اللي خمم في البيتزا جماعه البيتزا لازم ندير انترفيو مع البيتزا روك باش دير البيتزا. والله غير من اجمل اللي كسباني وانا فرحت ملي جيت وانا ندخل ملي دخلت لهنا وانا نضحك فرحت في المطعم. ناس كرامه ناس طيبين تيم ورك من البوس وهبط حتى الاكزيكيتيف شاف لي سيرفر طياره لي شاف طياره وهذا هو الريزلتا. تخرج باحسن اطباق واحسن اكسبيريونس واحسن قعده عند حبابنا. والاخير اللي هو نكملوها بالحاله
حلقة اليوم تخلص باللوتيوس كيك اللي هو عبارة عن تشيز كيك رايح القوتة على البيمو. بيبي جاب كملنا مع صاحبنا صافي بليزير والله. من الخبز في ميزون، الخبز ثاني في ميزون خوتي. صاحبي يعطيك الصحة. إلى هنا تنتهي سهرتنا اليوم، كانت حلقة جميلة جدا في أفخم المطاعم في الجزائر العاصمة. وبدنا جامي صراط مش راح تصرع. وبدنا جامي صراط وما تصرع. جماعة الخير نلتقي في ساعة الخير إن شاء الله. ما تنسوش ديرونا سبسكرايب للقناة، بارطاجيونا الفيديو، ونلتقي في بلاد واحدة أخرى. مرسي يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. رانا في فالديدرا لو كارتي لاطا، عاش معنا مهدي إكسبيريونس كيلينر، هبلناه بليغو وعجبته البيزا. بيزا كنت لك ثلاثة أمبورتي ما تديهم معك. لا لا واحدة أمبورتي نديها للعجوز. أنا غدواني رايح لازم آخر قو ناكل هذا، نخلي آخر قو آخر نظرة لي.